صباح الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. موضوع حلقه النهارده هيتكلم عن القانون بين الواقع والمأمول. هيكون ضيف الحلقه معانا النهارده استاذ محمد عثمان ابو بكر، استاذ المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بحضرتك. طبعا النهارده هنتكلم في موضوع شاغل بال كل المصريين اكيد، لان هو موضوع قانون التصالح. فعايزين، عندنا أسئلة كتيرة جدا عايزين نسأل عليها أستاذ محمد. هيكون أول سؤال معنا، من هو المسؤول عن التصالح؟ يعني بس بداية، وأنا بس أنا حابب إن أنا أتكلم في جزئية صغيرة قبل الإجابة على سؤال حضرتك. قبل القانون وقبل سن التشريع أنا راجل محامي موجود، وكنا بنشتغل القضايا دي يعني. فكان في رأي، الرأي ده موجود في الشارع وسمعناه من ناس كتيرة جدا. يا أستاذ، هي الدولة فعلا هتزيل المباني دي؟ لأن قانون المباني القديم اللي هو 119 سنة 2008 ما كانش فيه جزئية التصالح، كان بينص على الإزالة. أنت حضرتك بتكون في مأمن في حالة إزالة المخالفة. فالناس بدأت تتساءل، هي الحكومة هتزيل لنا المباني دي؟ ده احنا كده هيبقى فيه إهدار لمبالغ رهيبة جدا. فأصبح حضرتك كان في رغبة شديدة من الشارع، تمام، واستعداد ان هم يسددوا قيمة للتصالح ويقننوا أوضاعهم. الغريبة النهاردة ان انا في الشارع برضو بشوف ناس معترضة على القانون، وناس تقول والله القانون فيه مغالاة، وناس تتهم الدولة باتهامات. وانا قراري القانوني وهذه تجربة انا عشتها، فبقول لا يا جماعة، يعني احنا كده انطبق علينا بيت الشعر اللي قاله استاذ صلاح جاهين لما قال لا تجبر الانسان ولا تخيره، يكفي ما في عقل يحيره. اللي النهارده بيطلبه ويشتهيه هو اللي بعد كده يشتهي يغيره. يعني احنا وقت نقول عايزين ندفع قيمه التصالح، وقت تاني لا والله الموضوع ده ما فيهوش حياديه. اما بالنسبه لسؤال حضرتك، على من تقع مسؤوليه التصالح؟ السؤال ده شائك وناس كتيره قوي. احنا كنا عايزين نعرف هل هو صاحب العقار ام المشتري. كلام جميل. بالنسبه للقانون، فالقانون قال شاغر الوحده وسكت، تمام. بالنسبه للواقع، وانا راجل قانوني، فاقول والله طب حضرتك اشتريت الوحده، شاريها بناء على عقد، على عقد شريعه المتعاقدين. حضرتك اشتريت وعلى علم تام بان هذه الوحده وهذا البناء هو بناء مخالف، تمام. ما اشتريتوش بترخيص. لما يكون موجود في العقد بتاع حضرتك ان انت شاري برخصه رقم كذا، لا نقول والله الملك اللي باع لك هنا راجل مزور، لانه باع لك عقار على انه مرخص في حين انه هو عقار مخالف. مظبوط. لكن لما حضرتك تكون شاري الوحده وعارف ان هي مخالفه، طيب انت على علم بذلك، طيب حق انا فين كشخص اشتريت الوحده؟ اقول والله العقد اللي بينك وبين المالك اللي انت اشتريت منه الوحده هو الشريعه اللي بينكم، هو اللي ممكن من خلاله تقدر ان انت اذا كان عندك بنود تنص على ذلك تتحصل على حقك بعد اتمام عمليه التصالح. ومن هنا بنشجع الكل، بنقول يا جماعه والله قانون التصالح ده حاجه جميله، تقنين اوضاع. انت كشخص شاغر هذه الوحده، انت في مأمن، عندك المرافق تتم توصيلها بشكل رسمي، الدوله هتعترف برسميه المبنى، السيد رئيس مجلس الوزراء في خطاب له تحدث عن ذلك وقال ان الوحدات دي هيكون ليها بعد كده، بعد انتهاء المنظومه الالكترونيه، ما يشبه شهاده ميلاد. مزبوط. حضرتك مش هتعرف تتعامل على الوحده دي، لا هتبيع ولا هتشتري بدون هذا التصالح، فانت في مأمن. ومن هنا بنتصدى برضو يعني بعض الدعوات انا شفتها من ملاك الوحدات دي، يبداوا مثلا حضرتك عندنا النهارده برج مثلا موجود فيه 10 شقق 12 شقق، يبدا فيه جزء عايز يتصالح، جزء تاني تمام يطلع من النص كده اقول لهم لا، ازاي تصالحوا ازاي؟ ده الموضوع ده على المالك. يبدا يعرقل لي سفينه التصالح اللي احنا كلنا بندفع بيها علشان نطلع بالقانون ده ونقنن اوضاعنا. نقول له ده غلط، يعني بلاش الدعوات دي، الدعوات دي هتعرقل هذا القانون. اتفضل يا حضرتك. طيب احنا كنا كمان عايزين نعرف ايه الاوراق اللي بتكون مطلوبه للتصالح، يعني ايه المفروض الاوراق اللي بتبقى عباره عن ايه الاوراق المطلوبه للتصالح؟ والله في البدايه كان فعلا القانون بيشترط على بعض المتطلبات وبعض الاوراق المعينه، ولكن
وفي مختصر عاجل بعد خطاب معالي دولة رئيس الوزراء قال والله ان انا وجهت توجيهات للادارات المحليه تمام ان يقبلوا كل اوراق التصالح تمام حتى لو مش مكتمله ومش مستوفيه. يعني انا النهارده تقدمت بملف تصالح ناقص بعض الاوراق المعينه تمام، فيجب على الوحدات المحليه ومجلس المدينه ان هو يقبل مني هذه الاوراق ويدفعني جديه التصالح تمام لحين ما انا اكمل بقيه المستندات اللي المفترض القانون نص عليها. طيب رئيس مجلس الوزراء قال كلام جميل محترم جدا برضه، ونحن نشيد بهذا الكلام ونشيد بالتسهيلات اللي بتقدمها الحكومه للمواطن في هذه الجزئيه. قال والله يعني وانا بحترم هذا الكلام بشده، يعني لما رئيس مجلس الوزراء يحدثني في امور هي فعلا شغله بال الشارع انا اقول له يعني الف تحيه ليك، اكيد انتوا فعلا حاسين بنبضه. اكيد لما يتكلم ويقول ان المكاتب الاستشاريه كان فيها مغالاة واحنا اكتفينا بان شهادة السلامة الانشائية اللي هي من ضمن اوراق التقدم بالتصالح يكتفي ان هي تكون خارجة من مهندس نقابي ولا يشترط ان النقابة اللي هي نقابة المهندسين تعتمدها ولا يشترط ان يكون هناك مكتب استشاري هندسي. تمام ده كده حضرتك يعني احنا بنيسر اهو. طب ليه بقى الدعوات بتاعت الناس اللي بتعرقل مسيرة هذا التصالح؟ ده سؤال احنا المفروض نسأله لنفسنا. احنا كلنا منتفعين، مصر دي بلدنا يا أستاذة. مظبوط. يعني احنا النهاردة ان ما بنيناهاش محدش هيجي يبنيها لنا، صح؟ فلازم نكون كلنا على قلب رجل واحد. يعني انا احب اقول كمان جزئية في الموضوع ده. اتفضل. يعني هو القانون هو مش قانون عقابي تمام ولا هو يعني ايه انا بعاقب الناس دي، ولكن انا بصحح وضع مخالف وضع البلد مرت بفترات تمام حصل فيها مخالفات. المخالفات دي اثرت على البلد في نواحي كتير جدا من بنيه تحتيه وشبكات ميه والى اخره، فانا بصحح هذه الاوضاع تمام واحط النهارده العقار او الوحده في مأمن هي ومالكها. مظبوط. فليس بقانون عقابي تمام ولم يبرر مخالفة مستقبلية. يعني ما تجيش الناس تقول والله انا هبني وراح اتصالح. لا يا فندم، احنا بنعالج وضع مخالف مش بنبرر مخالفة مستقبلية. ده بالنسبة للجزئية بتاعت التصالح. تمام. والله احنا لو هنتكلم عن التصالح هناخد حلقات كتيرة جدا، واحنا عايزين نستفاد من حضرتك النهاردة في يعني استشارات قانونيه متنوعه يعني. وطبعا الأمر يعني. ربنا يخليك. طبعا حضرتك عارف كمان ان الحاجات اللي بتشغل دايما كل الاسر المصريه قانون الاسره. ده طبعا مشاكله ما بتخلصش، وما تبقاش يعني ما بتبقاش عارف مين الصح ومين الغلط، ولو في حق مش عارف يتجاب ازاي ولا اي حاجه. فكنت عايز اسالك بس اول سؤال، ايه الفرق بين الطلاق والخلع؟ طيب انا هجاوب حضرتك على سؤالك. اتفضل. بس بما ان حضرتك اتكلمتي في موضوع الاسره، فانا كان في مقوله جميله قوي كنت اسمعها يقول لك يا ريت تربوا ولادكم بالعلم وليس بالاحساس. انا عايز اربي الولاد بالعلم مش باحساسي. بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده قبل القانون وقبل ما نوصل لباب المحكمه الزوج والزوجه هما خارجين من بيئه ومن اسره. مظبوط. فانا اكلم اساس التنشئه الاب والام اللي هم خرجوا هذا الزوج وهذه الزوجه، ونقول يا جماعه الناس دي انا النهارده كزوج او زوجه تزوجت داخله على حياه جديده، يا ريت تكون التوجيهات تكون توجيهات رشيده. انا النهارده مش على اقل خلاف تقوم الزوجه تجري على المحكمه. مظبوط. المحاكم النهارده حضرتك يا استاذه هبه بقت محمله بكميات كبيره جدا من القضايا بتاعه الطلاقات والنفقات والامور دي. يعني احنا لو رجعنا لديننا شويه وجعلنا بينهم موده ورحمه، صح؟ جواز ده موده ورحمه، كل منهما يكون رحيم بالاخر. هو اصلا لو الموضوع هيبقى كده مش هنحتاج محاكم خالص. برافو عليك. تمام. بالنسبه بقى للسؤال حضرتك، اتفضل. الفرق ما بين الطلاق والخلع. الطلاق الزوجة بتتطلق لأسباب، ممكن تتطلق رضائي بينها وبين زوجها تمام، وهنا بتحصل على حقوقها اللي هي مؤخر الصداع وعدة نفقة العدة ونفقة المتعة تمام. أما في الخلع والموضوع ده برضه يعني في ناس بيلتبس عليها الأمر فيه، يعني
الخلع لا، الخلع هنا الزوجة تتنازل عن حقوقها الشرعية فقط. اللي هي ايه بقى؟ الحقوق الشرعية اللي هي مؤخر الصداق، اه ونفقت عدتها ونفقت متعتها. اه ولكن موضوع القايمة، علشان في ناس كتيرة بتسأل في الجزئية دي، اه يا أستاذ هو أنا دلوقتي هتخلع، أنا هخلع جوزي، أنا هرفع دعوى خلع، تمام. هو أنا كده ما أخدش القايمة؟ لا يا فندم، القايمة هنا مسلمة للزوج بعقد من عقود الأمانة، تمام؟ حضرتك تستحقيها حين طلبها، تمام؟ يبقى كده حضرتك القايمة بره موضوع الخلع وبره موضوع الطلاق خالص، ملهاش علاقه بالامر ده. ولكن الفرق ما بين الخلع والطلاق ان الخلع بتتنازل عن الحقوق الشرعيه، اما الطلاق فبتستحق كامل ايه حقوقها. اتفضلي حضرتك. هل الزام الزوج على نفقه الصغير يعني حتى لو هو مش هيتمكن من رؤيه الطفل، هل ده ليه علاقه بان هو يصرف على الولاد يعني، او ان هي يدفع نفقه الولاد ولا لا؟ كلام محترم. طيب نفقة الصغير طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1920 معدل بالقانون 100 لسنة 85، قال ان نفقة الصغير على ابي لحين بلوغ الست البنت او الولد 15 سنة، او زواج البنت، او يصبح الولد قادر على الكسب، تمام؟ ويمنعه برضه من ذلك بعد بلوغ السن اذا كان هو بيتعلم التعليم المناسب لامثاله. يبقى نستفاد من نص الماده هنا حضرتك ان نفقه الولد على ابي. الموضوع مش مرتبط برؤيه، مش مرتبط بطلاق، مش مرتبط باي شيء. نفقه الاولاد على ابيهم. دي امور منتهيه. نفقه كامله. نفقه الولد يسرا وعسرا حسب حاله الاب، يعني انا النهارده على حسب دخلي انا اصرف على اولادي، انا ملزم بذلك، تمام؟ اما بقى يعني موضوع برضو المرتبط بيه. طيب بعد اذن حضرتك هقطعك، بس استاذ احمد بيبلغني في الكنترول اللي فيه تليفون مهم، ممكن ترد عليها؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. قول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ رد يا استاذه. اتفضل رد حضرتك. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضل. ده الصوت ده صوت ده صوت والدي. برنامج الصحة القناة الصحة والسلامة والجمال. الو جمال. ايوه يا حاج انا معاك. الو. ايوه يا فندم، ازي حضراتكم؟ بخير والله في نعمة. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ بخير والله في نعمة يا حاج. محمد عثمان؟ اه يا حاج محمد عثمان ابنك. ازيك يا محمد؟ بخير والله يا حاج في نعمة. اخبارك؟ بنعمة والله يا حاج. سلامنا لجميع العاملين في قناة الصحة والجمال. أنا سعيد إن أنا سمعت صوتك يا أبويا. أنا بجد فخور والله إن أنا سمعت صوتك. والله إحنا سعداء بالقناة ومعدي القناة والسادة القائمين عليها، وإحنا فرحانين والله بيك وفخورين بيك، ونتمنى لك المزيد والله يا محمد. ربنا يبارك لي فيك يا أبويا، والله أنا ما كنت أوصل لده غير بفضل دعواتك ورضاك عني والله. ربنا يبارك لي فيك يا أبويا. واحنا فخورين بيك والله يا محمد، والحمد لله رب العالمين يعني، ونتمنى لك السلامه والسعاده ولعيالك والاسره الكريمه وجميع موعدي قناه الصحه والجمال. ربنا يبارك لي فيك يا حاج، ربنا يبارك لي فيك يا رب، ربنا يبارك لي فيك يا رب. مش عايز تقول حاجه بقى لوالدك قبل ما؟ لا ده انا عايز اقول كتير يعني، ده انا عايز اقول يعني انا بدايه خالص قبل ما ادخل الحقوق وقبل ما افكر كان والدي. طب احنا بنشكر بس والد حضرتك. ميرسي يا حاج، متشكرين جدا لحضرتك. كل الشكر ليكم والله. اتفضل. كل الشكر ليكم. بالمناسبه دي انا والدي خريج حقوق، غير ان هو برضو معاه اكتر من كليه تانية. كان هو اللي بيحببني في المجال القانوني، وكان هو اللي بيقعد يذاكر لي وانا في كليه الحقوق في اولى وفي تانية وفي ثالثه، وكان يقعد يشرح لي القضايا، تمام؟ هو حصل على ليسانس الحقوق ما شاء الله في تقريبا في سنة 90 ما يقرب لذلك يعني. فهو ليه كل الفضل علي والله يعني، أنا ما كنت أكون في هذه المكانة لولا دعوات والدي وتوجهاته ليا. ربنا يخليك. ده فضل أنا لا أنكره. أكيد طبعا. تمام. وهو يمكن الأستاذ أحمد، تمام، يعني أعمل المداخلة يعني، أنا كنت عايز أتكلم في حاجة زي كده. كنت عايز تقول يا جماعة والله يعني إحنا كأسرة لازم كل اب وكل ام ياخدوا بالهم من ولادهم. صدقني هو ده النجاح الحقيقي. مزمين. صدقني هي دي بذره بناء اي مجتمع.
عشان اطلع مجتمع ناجح، مجتمع قادر، مجتمع قادر ان هو يواجه التحديات، لازم ابدا من الاسره، من الاب والام. صح، اكيد. قبل ما ادخل في قانون الطلاق ولا الخلع ولا حتى لو الطلاق بيحصل، فالاطفال ما يعني اكيد ما لهمش اي ذنب في ان الاب والام اختلفوا وانفصلوا، لازم برضو يعني يربوا ولادهم. خالص، شرعي على القانون لنصره المظلوم، اكيد، سواء راجل او ست. صح، خلي باب المحكمه ده اخر باب. انا راجل محامي والكلام ده يعني يمكن الناس تاخذه عليا تقول لي والله انت راجل محامي ازاي، بس في الجزئيه دي بالذات اكيد في حلول كتير قوي ممكن نعملها. صح، ممكن نقوم البيت تاني، ممكن هي تاهيله افضل من ان احنا نهدمه. مظبوط. اتفضلي يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك، هل المطلقه بيكون ليها نفقه؟ يعني اكيد يعني نفقه الولاد دي اكيد، بس هل المطلقه بيكون ليها نفقه؟ المطلقه لا تستحق على زوجها نفقه. ليه؟ لان هنا القانون في الجزئيه دي قال ان النفقه على الزوج بالنسبه لزوجته. تمام، الطائع، الزوجه الطائعه، الزوجه اللي في طاعه زوجها. طب اذا كانت عرى الزوجيه نفسها انفصل، يعني انا خلاص يعني اصبح مفيش علاقه زوجيه قائمه، فانا هيكون عليا نفقه ليه؟ ايوه، ولكن الاولاد واكد تاني ما لهمش علاقه بموضوع الطلاق. بالظبط، يعني حضرتك النهارده الست طلقت، في اولاد نفقتهم على ابيهم، امور منتهيه. مظبوط، ما ينفعش يقول لها والله انت خلاص اتطلقتي يبقى انا مش هصرف عليك وعلى الولاد. تمام، مش عايزه نفقه، لا سيبهم لي، وتبدا هنا المساومات. اكيد، انا عايز اقول لا، ابنك اغلى من ان انت تساوم عليه. صح، ابنك اغلى من ان انت تساومي عليه. يعني المشكله ساعات بتبقى في الست وساعات بتكون في الراجل، وبياخدوا الاطفال دول يعني هو يعني وسيله ضغط على بعض. حرام. بالظبط، حرام بجد. ففي الحاله دي الاطفال فعلا هي اللي بتتاذي. طفل محتاج منك العطاء، طفل محتاج منك ان انت تديله، تنشئه، تقومه، مش تاخده وسيله تساوم عليه. تساوم زوجتك ليه؟ ليه يعني؟ ايه الداعي؟ فين المكسب؟ ترجع لربنا شويه. مظبوط. تخيلي كده لما الولد ده يكبر ويبقى حاجه كويسه في المجتمع، اجرك قد ايه عند ربنا؟ أكيد. تخيل لما ابنك يكبر كده، اجرك قد ايه عند ربنا؟ لا، هو الغضب بيبقى عالي جزئيه من الناس. التوجيه الرشيد يا استاذ هاني. مظبوط. التوجيه الرشيد من الاسره، من البيت، من المنشا. ما هي يعني في مقوله شهيره يعني سيبي وانا اجوزك ست سيده يعني. لا صح، بتتقال كتير. طب ليه؟ لا بس فعلا هم يعني الاطفال فعلا المفروض نركز شويه في ان يعني كل واحد يقوم بدوره بعيد عن ان هم مع بعض او مش مع بعض، فالاطفال اكيد ما لهمش ذنب. يعني الموضوع ده كمان يعني انت والله حضرتك يعني ذكرتيني بحاجه جميله جدا كنت حابب ان انا اتكلم فيها. اتفضل. موضوع الرؤيه، موضوع الاستضافه. يعني احنا عندنا في اتفاقات دوليه كانت مصر مشاركه فيها تقريبا في سنه 90. تمام، الاتفاقات دي كانت بتتكلم عن حقوق الطفل وحقه في ان هو يكون في رعايه ابوه وامه. مظبوط. فقالت في الجزئيه دي ايه؟ اتكلمت عن حق الاب في استضافه ابنه بعد الانفصال. ايوه، يعني انا استضيف ابني يوم كل اسبوع. بس عايزه بقى اقول لحضرتك حاجه في الموضوع ده. اتفضل. ان يعني الموضوع ما بيبقاش فيه امان، لان زي ما قلت لك لو الموضوع هيبقى على ان يعني الطفل رايح عند والده هيقعد معاه شويه وبعد كده هيروح عند والدته يقعد معاه شويه، بس للاسف ساعات مثلا ممكن الامهات بتخاف ان ممكن مثلا الاب ياخد الطفل ويسافر، او يعني هي مش بتبقى خايفه يخطفه على قد ما هي بتبقى خايفه ان ما تشوفش ابنها تاني كوسيله ضغط عليها من الاب. هو الـ 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 الشكوى اللي حضرتك اتكلمت فيها مش هنحمل فيها على الزوج ولا هنحمل فيها على الزوجه. بالظبط، لان انا عندي حالات فيها ازواج مخطئين وعندي حالات فيها زوجات مخطئين. ولكن في جزئيه الرؤيه، انا عندي ست بتبقى النهارده متعمده ان هي تحرم الاب من رؤيه ابنائه. طيب الاب يقول لي يا استاذ كده انا اصبحت في مأزق، اعمل ايه؟ اقول له طيب القانون في نص الماده تقريبا 20 قال ان من حق الزوج ان هو يلجا للمحكمه في حاله ان الزوجه تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤيه 3 مرات متتاليه دون عذر، ومن حق القاضي ان هو ينقل الحضانه منها لمن يليها. اللي بعدها. مظبوط. تمام، في من لهم الحق. من يليها بقى اللي هو مين؟ اللي هي الام، هتبقى امها والده والده الام. الام
اللي هي ام الولد تمام في معلت تمام تمام ده اجراء عقابي من المحكمه ليهم هما الاثنين بقى على كده. الام اللي هي امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤيه ضد ايه والد الطفل مزبوط. طيب ايه كمان يعني انا برضو احب اذكر في الجزئيه دي ان في احكام رادعه يعني انا قرات احكام محاكم مصريه قالوا فيها والزموا الزوجه بتعويض الزموا الزوجه بتعويض عما بدر منها تمام تسبب في ضرر للاب ضرر نفسي مظبوط يعني انا الطفل عن ابوه مش عايزه اقطع حضرتك لان طبعا فهمت. يعني كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي محتاجه حلقات للكلام فيها لان الموضوع ده محتاج حلقات كتير يعني انا معاكي العمر كله هنعمله على حلقات ان شاء الله في سبيل موضوع البيت والاسره ده الموضوع يعني. ده فعلا الكلام فيه ما بيخلصش لا بس لا احنا لا عايزين بقى نتنقل لموضوع تاني اتفضلي يا فندم مع حضرتك وبرده إن يعني انتشر الفتره دي هو موضوع جرائم الانترنت اللي هي زي مثلا ان البنت تتصرف ازاي مثلا لما تتعرض لابتزاز او تهديد بنشر صورها لما مثلا بيكون في كومنت خارج مثلا على اي صوره او حاجه ايه بقى اللي بيحكم الموضوع ده دلوقتي زي ما شفنا فنانين كتير ابتدوا ان هم يتحركوا في الموضوع ده هم يعني ما بيسكتوش على حقهم فان هم بيروحوا يطالبوا بحقهم يعني في ان هم يعني يشتكوا على حد يكون مثلا عمل كومنت مش مظبوط او مثلا حد اخذ صور بنت استغلها استغلال مش كويس او اتعرضت لتحرش مثلا لفظي او حاجه ده بقى يعني كلمنا حضرتك شويه في الموضوع ده. اولا انا بحييك على طريقه اختيارك للاسئله يعني حضرتك خدتيني من التصالح للاسره احنا يعني الجرائم الالكترونيه بنتكلم في يعني بنبدا المواضيع وان شاء الله هنتكلم باستفاضه باذن الله في بقيه المواضيع دي بقى باستفاضه يعني كل موضوع لوحده بس احنا دلوقتي معانا دقيقتين فعايزين برضو حضرتك سريعا تقول لنا في عجالة ايه الحل في الموضوع ده يعني بس. يعني انا في الجزئيه بتاعت الفتاه بس انا عايز اوجه رساله يا اختي يا امي يا بنتي ما تخافيش اللي بيهددك ده اكبر مما تتخيلي لانه لو يملك ما كانش هدد القانون هنا هيحميك عندنا قانون 10 سنة 2003 وما تلاه من تعديلات معروف إعلاميا أقر مجلس الشعب بقانون الإنترنت أو جرائم الإنترنت أيوة. فأنا أقول لا أي حد تعرض لمثل هذه الابتزازات أو التهديدات على طول بنقدر أنه يتمكن ياخد شوت سكرين من الرسالة يتوجه إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ويفضل أن حضرتك بتدي خبر لمحاميك وبيصطحبك وبيقدر هو ينفذ الاجراءات دي ولو في اي حد عنده استفسارات في الجزئيه بتاعت جرائم الانترنت او التصالح انا مستعد لتلقي هذه الاستفسارات يعني يا ريت بس لو اعداد الزمانه كنت عايزه اسال حضرتك برضو في الموضوع ده احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ان يعني عايزه اسالك دلوقتي لو جالك حد مثلا انت حاسس ان عنده حق مثلا عايز يرفع قضيه مظلوم وما عندوش الامكانيه ان هو يرفع قضيه فحضرتك قلت لي ان انت ممكن تاخد منهم اجر رمزي او ساعات في ناس بترفع لهم القضايا مجانا فدي حاجه طبعا اكيد بنشكرك عليها مش كل الناس بتعمل كده اكيد يعني يا فندم بص يعني اولا كل الشكر لله طبعا انه منحنا العلم ومنحنا الصحه ومنحنا القدره اكيد البلد دي بلدنا والناس اللي في الشارع دي اهلنا مظبوط معلش ما الله يرحم يرحم النهارده لما اكون انا ربنا وهبني علم بشتغل محامي تمام ليه ما ساعدش الناس استاذ محمد احنا اسفين وقت حلقتنا خلص بس احنا لازم نتكلم ان شاء الله في الموضوع ده اكتر بشكل اكبر المره احنا بس عشان كان عندنا مواضيع كتير قوي النهارده عايزين نتكلم فيها بس للتواصل ارقام موجوده على الشاشه اي حد ممكن يتواصل مع استاذ محمد وهو زي ما قال ان هو ممكن يقبل قضايا يعني مجانا او باجر رمزي لاي حد غير قادر واكيد احنا بنشكرك على حاجه زي دي حاجه خلص. انسانيه مش كل الناس بتعملها بنشكر حضرتك جدا النهارده ميرسي جدا بنشكركم جدا اتمنى تكونوا استفدتوا واستنونا ان شاء الله في حلقات اقوى ميرسي